واتفقنا العظم هو اللي بيكون المفصل في الاخر. العظم ده بقى واحنا صغيرين كنا عارفين العظم هو اللي بيكونه الكالسيوم. وبرضه كان زمان يقول لك لازم تشرب كوبايه اللبن. ليه تشرب كوبايه اللبن؟ لان معظم مصادر الكالسيوم في العظم عباره عن منتجات قلبان. واحنا المفروض ناخد ثلاث وحدات، الوحده اللي هي كوبايه على فكره، يعني المفروض وانت صغير تشرب ثلاث كوبايات لبن، وده ما بيحصلش. مستحيل. فانت اوريدي عندك نقص في الكالسيوم من الصغر. عشان كده دخلت لك بالمكمل الغذائي الثاني بتاعنا النهارده اللي هو السيت زيت باكس، ومحطوط في صوره الكالسيوم سيتريت. ليه في صوره الكالسيوم سيتريت؟ الكالسيوم سيتريت معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم الموجود في السوق لو في صوره الكالسيوم كربونيت يقول لك انا باخده بس بيحصل لي قرصه في معدتي. هي القرصه نتيجه لوجوده في صوره الكالسيوم كربونيت. انا حطيت لك في صوره الكالسيوم سيتريت لا ياثر ولا يتاثر بمعدتك. هتاخد قرص واحد بعد الغداء ومش هيتاثر خالص في معدتك. يبقى انا دلوقتي حليت لك مشكله نقص الكالسيوم اللي بتؤدي لشاشه العظم على فكره. حليت لك مشكله الكالسيوم عن طريق السيت زيت باكس زي ما هو موجود على الشاشه. بس هو قبل الكالسيوم عندنا مشكله تانية محتاجين نحلها. اللي مسؤول عن ترسيب الكالسيوم في العظم هو فيتامين د. وحضرتك النهارده لو عملت تحليل لمعظم الناس 90% من الشعب المصري عندهم نقص فيتامين د اللي هو بيسموه فيتامين الشمس. تمام. فاذا انا محتاج ان انا احل لك مشكله فيتامين د عشان احل لك مشكله ترسيب الكالسيوم في العظم. عشان كده دخلت لك بالمكمل الغذائي الثالث بتاعنا اللي هو بيسموه الفي دي باكس. وتركيز فيتامين د فيه 2000 وحده دوليه. هو احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000 زي ما موجود على الشاشه على الفي دي باكس. لو انت النهارده ما عندكش اعراض نقص فيتامين د او رحت المعمل وطلع ان انت ما عندكش اعراض نقص فيتامين د بس انت خايف تعاني من نقص فيتامين د تاخد قرص واحد. طب لو انت عندك الاعراض اللي هي الاكتئاب، الكآبه، قلق في النوم، توتر، مشكله في السمنه، مشكله في العظم، تساقط شعر، يبقى هتاخد قرصين مع بعض فيتابكس. اللي انا بالظبط كده اديتك 4000 وحده دوليه. بيتاخد الفيتابكس قرص بعد الفطار. يبقى الفيتامين د اديتهولك بالجرعه اللي انت محتاجها عن طريق مكمل غذائي عشان اضمن امتصاص الكالسيوم في العظم. عشان كده في الاول قلت لحضرتك ايه، بديك الكورس عظم كله بيكمل بعضه. يعني ما ينفعش اخد حاجه واسيب حاجه. طيب خلينا نروح نشوف التقرير اللي معانا ونرجع نكمل. تمام. انا هدى محمد، عمري 36 سنه، ولدت كذا ولاده، مع اخر ولاده ابتديت احس بالم جامد قوي في عظمي، في دراعاتي ورقبتي وظهري وركبي كمان، كان الوجع جامد جدا، عظمي وجعني جدا، ما كنتش قادره خالص من الوجع. الناس نصحوني بكورس بيكس فارما، فعلا لقيته ممتاز جدا لالام العظام وللحاجات الوجع اللي كنت بحس بيه في رجلي وظهري وايدي، ابتدى يروح يتلاشى. انا بقالي شهر ونص باخده، هو المفروض الكورس 3 شهور، بس فعلا حسيت بفرق جامد جدا من الكورس ده. انا بنصح اي حد عنده الام في العظام ان هو ياخد كورس بيكس فارما، وبشكر بيكس فارما على النتيجه المذهله الجميله جدا اللي انا حسيت بيها دي. مكملين زي ما احنا مع دكتور علاء الدين احمد مستشار العلمي لشركه بيكس فارما، ومكملين كلامنا عن الم العظام وعلاقته بالمسكنات وايه المكملات الغذائيه، وزي ما شفنا دلوقتي في التقرير بيكس فارما واثاره بعد الحمل والولاده. طبعًا. ناس كتير قوي بعد الحمل والولاده بتعاني من الم المفاصل، فانا شايفه دلوقتي اللي كانت بتتكلم هو برضه ليه تفسير علمي ان هو بعد الحمل الكالسيوم بيقل. وانت اوريدي منتصرك ما خدتش الكالسيوم، فانا حللك المشكله دي عن طريق سيت زيت باكس. يعني اديتك مصدر للكالسيوم وانت عندك نقص فيتامين د، فبالتاكيد هتعاني من مشاكل الالام في العظم وفي المفاصل. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مبسوط اني موجود معاكي. ربنا يخليك. عشان كده احنا كشركه بيكس فارم بنقدم لحضرتك النهارده العرض للساده المشاهدين، ديسكاونت 20% اللي هياخد عرض الشهرين، ديسكاونت 30% اللي هياخد عرض الثلاث شهور، بالاضافه ان مصاريف الشحن مجاني، بالاضافه كمان ان في ارقام تليفونات موجوده على الشاشه، فريق متخصص بيرد على حضرتك بيتابع معاكي الحاله، بالاضافه كمان ان ده واخد موافقه وزاره الصحه، وعشان كده موجود في بعض السيدات الكبرى وبعض المستشفيات الكبرى في اسكندريه وفي القاهره. نكمل بقى جد. نكمل رحلتنا مع الكورس. دايما الناس عندها كونسبت ان لازم اخد دهان علشان لو عندي مشكله في العظم. انا اديتك النهارده يا سلام بقى لو الدهان ده بيتكون من مكونات طبيعيه. حطيته لك في الروك باكس. الروك باكس ده عباره عن المنتول اللي هو بيسموه زيت النعناع، ومعروف ان زيت النعناع بيشتغل كمصدر ريلاكسنت، بيعمل ارتخاء في العضلات وكمان مسكن الالام. بالاضافه للايكوليبتس اللي هو بيسموه زيت الكافور، وزيت الكافور ده اقوى مسكن الالم الطبيعي، وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه في منطقه العظم او المنطقه اللي فيها الالم. فعشان كده تلاقي الريكفري او الاستشفاء بيبقى بسرعه. ثالث حاجه من مكونات الروك باكس اللي هو زيت القرنفل.
وطبعا زيت القرنفل كلنا عارفين ان هو كنا اول ما يجي لي الم في اسناني احط القرنفل. ليه؟ لان هو مسكن ومخدر قوي جدا. يبقى دخلت لك بالمكمل الغذائي الرابع بتاعنا النهارده اللي هو كريم المساج اللي هو الروك بيكس، ابتدي المره الصبح ومره بالليل. نروح بقى على اخر حاجه عندنا في الكورس النهارده وهو بابا نويل. الكورس كله حاطط لك 13 علبه في قرص واحد، 13 مالتي فيتامينز، فيتامينات ومعادن اللي جسمك بيحتاج حاطط لك في قرص واحد اللي هو الالبي مالتي فيت. والالبي مالتي فيت على فكره لما جيت انا اشتغل عليه كمان قعدت ادور في السوق ما لقيتش فيه اي مكمل غذائي جامع لك كل فيتامينات ومعادن اللي الجسم محتاجها في قرص واحد. في فيتامين سي بتركيز 500 ملي جرام، على فكره يهمني التركيز اللي ده احتياجات الجسم في اليوم. فيتامين سي فيه تركيز 500 ملي جرام، اللي زمان لما كنت تحتاج فيتامين سي تروح تاخده في الصيدليه بصوره فوار. فوار صح. انا حاطه في القرص ده. تمام؟ في زنك بتركيز 23.9، وعلى فكره ده اعلى تركيز زنك موجود في اي مكمل غذائي. الاثنين دول مسؤولين عن رفع كفاءة جهاز المناعة، نضارة البشرة، وكفاءة الشعر. تمام؟ نيجي مجموعة فيتامين بي كلها، بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 12. 12 اللي هو بتاع الأعصاب، الناس اللي كانت عندها مريضة سكر، ده بنقول لك عندي مشكلة في الأعصاب، كنا نديله حقن. لا أنا هديك النهاردة قرص تاخده عن طريق القلب مالتي فيت. كمان بي 7 اللي هو بيسموه البيوتين، البيوتين ده معروف طبعا نضاره البشره والشعر وده اللي هو بيسموه دلوقتي فيتامين السيدات. صحيح. تمام. عندنا بي 6 اللي هو مسؤول عن عمليه التمثيل الغذائي. وعلى فكره عمليه التمثيل الغذائي عشان كده دايما في الناس اللي بتعمل انظمه غذائيه عشان تخس لازم تاخد معاه بي 6. واحنا اتفقنا في اول الحلقه ان من ضمن الحاجات اللي بتزود الام العظم هو السمنه الزياده. عشان كده حضرتك بتقولي لي ايه الست للست اللي بتبقى حامل بتبقى مشكله عندها بيبقى عندها اوفر ويت، فبيبقى عندها مشكله كمان في المفاصل بتاعتها. عندنا الفوليك اسيد والست الحامل بتاخده عشان تحافظ على صحه وكفاءه الجنين ما يحصلوش تشوهات. صحيح. عندنا كمان الكالسيوم بما ان احنا بنتكلم على كورس عظم. عندنا اخر حاجه فيتامين اي اللي هو بيشتغل كانتي اوكسيدنت اللي هو مضاد الاكسده اللي لازم تاخده روتيني. كل ده موجود في قرص واحد اللي هو قرص الالم مونتيفيت اللي هو بيتاخد قرص واحد على كوبايه ميه بعد الفطار. ده مالوش سن معين؟ من سن 12 سنه على فكره الكورس كله من سن 12 سنه بتاخده. حلو جدا. بعد ما كملنا الكورس نرجع نقول تاني النهارده الساده المشاهدين لو خد كورس الشهرين، على فكره ليه كورس الشهرين؟ لان هو المفروض انك بتاخد كورس من شهرين لثلاث اشهر عشان الايفكت، عشان الايفكت، عشان انت من حاله تتعالج تبقى تروح لحاله وقائيه. هتاخد سكاون 20%، مصاريف الشحن مجاني، ارقام تليفونات فريق متخصص بيرد على حضرتك. لو انت بتاخد الكورس ثلاث شهور بتاخد سكاون 30%، مصاريف شحن مجاني، وفريق متخصص بيرد على حضرتك، وزي ما قلت وياخد موافقه وزاره الصحه، والدليل على كده ان هو موجود في بعض السيارات الكبرى وموجود في بعض المستشفيات الكبرى في القاهره وفي اسكندريه. شكرا لك يا دكتور. يعني احنا دلوقتي زي ما قلنا للناس احنا سيبنا لكم ارقام التليفونات عشان طرق التواصل. تسمحي لي بس اقول حاجه طبعا في الاخر؟ اتفضل. احنا كنا ابتدينا باضرار المسكنات. لو تلاحظ حضرتك انا اديتك مكمل غذائي وعالجت لك المشكله وسكنت لك الالم. بس الاساس انا عالجت لك المشكله. صحيح. هي دي ميزه بقى كورس بيكس فارم. سكننا بس عالجنا المشكله، ما سكناش المشكله، عالجنا المشكله وسكننا الاثنين.